السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو، النهارده ان شاء الله طلع اتكلم معاكم عن مايك بويا ام 1. تمام، طبعا انا عارف ان المايك ده يا جماعة اتهرس على اليوتيوب شروحات وفيديوهات وكده يعني، بس يعني انا هطلع من النهارده حاجة يمكن جديدة شوية، ممكن يكون في حد غيري عملها بس صدقا انا معرفش والله. فالنهارده الحاجة دي اللي هعملها ان انا هطلع اقارن لكم صوت مايك انا جايبه تقريبا ب 100 و40 جنيه بالظبط، 141 جنيه. تمام، وطبعا النهارده برضك انا هقول لكم ازاي تجيبوها بالسعر دوت، لان طبعا المايك ده دلوقتي موجود على امازون تقريبا ب 450 جنيه، فانا هعرفكم برضك ازاي تجيبوها من امازون ويكون البايع برضك امازون، تجيبوها برضك رينج 140 150 جنيه زي ما انا جبتها، وهعمل لكم مقارنه بين صوت المايك ده وبين صوت مايك هايبر اكس. سماعه مايك يا جماعه ب 140 جنيه، ومايك كنت جايبه تقريبا ب 2600 جنيه، فهنشوف النهارده هل فعلا فرق الفلوس ده هيطلع برضك فيه يعني زيه فرق في كواليتي بتاع صوت المايكين مع بعض، ولا المايكين مش فارق، ولا ايه الدنيا يعني. فتعالوا نشوف التجربه المجنونه دي النهارده مع بعض كده، كل ده واكتر ان شاء الله في الحلقه بتاعت النهارده. بس اكيد لو انت مهتم ما تبخلش عليا بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه لو انت اول ما تشوفني، فعل زر الجرس، ويلا بينا يا شباب. طب يا جماعه رجعنا على طول بعد الانترو، كالعاده نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب اول حاجه كان هنعملها النهارده يا جماعه هو الابوكسنج بتاع المايك ذات نفسه. تمام، طبعا ده شكل العلبه الجديد، لان كان في شكل قديم كده. تعرف طبعا القديم الجديد ازاي؟ عن طريق الشكل ده يا جماعه. تمام، والشكل طبعا ده مهم جدا جدا، ان انت من خلاله هتعرف اذا كان المايك ده اصلي ولا مش اصلي. تمام، في لو ناخد بالنا هنا كده يا جماعه، في سهم هنا اهو او علامه هنا. تمام، انت لما بتشيلها كده، خد بالنا، بصوا يا جماعه لما بتشيل دي كده هنا، تمام، بيظهر لنا كده هنا في سيريال او في باركود بيظهر. طبعا السيريال او الباركود دوت ده هنا من خلاله بتعرف اذا كان المايك ده اصلي ولا مش اصلي. ازاي؟ عن طريق ان انت يا جماعه تيجي هنا كده تفتح الموقع. تمام، هسيب لكم طبعا الرابط ده في صندوق الوصف، ده الموقع بتاع بويا اللي تتاكد منه اذا كان المايك ده اصلي ولا مش اصلي. تمام، وهتبدا تدخل الارقام اللي مكتوبه دي يا جماعه. تمام، الارقام اللي هنا ده هي. تمام، الارقام دي هتبدا تدخلها في الخانه اللي هنا ديت. تمام، طبعا انا لو دخلتها المفروض انه هيجيب لي المايك اصلي، بس هنا مش هيجيب لي كده لسبب، لان انا عملت الموضوع ده مرتين تقريبا النهارده، فهو هيجي يقول لي ان انت، او دي حتى المره الثالثه، هو بيقول لي ان انت السكيورتي كود ده انت دخلته 3 مرات. تمام، فهو بيقول لي يعني لو انت شاكك بقى في الموضوع ابعت بقى يعني ايه، خد الباكتش بتاع السيرفر نيم دي وابعتها للفريق بتاعنا على الميل ده والجو ده. طبعا مش محتاج اعمل كده، لان انا من اول مره مجرد ما دخلت الرقم ده هنا بس كده قال لي يعني البرودكت بتاع البرودكت ده اصلي مننا وكده يعني، فما تقلقش. تمام، انما هو جاب لي الرساله دي لان دي تالت مره ادخل السيريال كود ده. تمام، فدي كانت يعني الطريقه الاكيده اللي تقدر تتاكد منها المايك ده اصلي ولا مش اصلي. طبعا في طرق تانية كمان، انت اصلا تكون جايبه من مكان موثوق منه وحاجات كده. طيب عشان برضو كمان يعني ما نخش على موضوع الحلقه، هنعمل كده مع بعض سريعا الانبوكسنج للمايك. تمام، ونشوف برضو الشكل الجديد او الحاجات اللي بتبقى موجوده جوه العلبه ايه. اعتقد هي نفس الحاجات برضو اللي كانت موجوده في المايك القديم او في الشكل القديم. طبعا دي اول حاجه معانا هنا كده، في هنا دي كده حجاره. تمام، اللي هي بتاعت الساعه ديت، دي طبعا لو انت عشان هتوصل هتحط الحجاره دي في المايك في حاله ان انت عارفين يا جماعه اللي هو الصب بتاع الدي جي الكبير والكلام ده اللي هو بيتوصل له البنه ديت. تمام، انت ساعتها هتستخدم الحجاره دي في المايك. طب لا انا جايب المايك ده يا عم احمد هستخدمه على الموبايل والكمبيوتر بس والكلام ده كله، خلاص انت مش محتاج البطاريه دي في اي حاجه خالص. تمام كده، طب وبيجي معاها الجزء ده زي ما قلت لكم، ده اللي بيتوصل بيه اللي هو الصب الكبير قوي يا جماعه بتاع الدي جي بتاع الافراح والكلام ده، ودي اللي هي بيسموها الكات، مش عارف كات تيل او دي للقطه حاجه كده يعني، دي بتتحط على المايك. تمام، في بعد كده هنا معانا في دي اللي هو المشبك بتاع المايك. تمام، ده اللي هو بيتعلق كده في الهدوم في الصدر. تمام، عشان تعلق المايك منه. وفي بعد كده معانا هنا ايه تاني؟ طيب دي علبه المايك ذات نفسها هنجي لها دلوقتي. في بقى هنا اللي هو الكتيبات والحاجات دي ومش عارف ايه وبتاع. في حاجه تاني، في ستيكر برضك هو من شركه بويا. تمام، وفي برضك كتيب لسه كمان اهو. طيب نيجي هنا، دي كده شكل العلبه اللي او الشنطه الجلد اللي بتيجي بتاعت المايك. تمام، مفيش حاجه جواها تاني خلاص. طيب ده المايك ذات نفسه يا جماعه، ماشي، بتاع دي القطه ديت، دي بتتركب هنا كده زي ما احنا قلنا، خش هنا كده. تمام، بتبقى بالمنظر ده كده يا جماعه، ماشي، والبتاع ديت بتخش هنا كده كبس. تمام، يعني دي هنا كده، بس اظهركم في الكاميرا، بتخش بدي هنا كده كبس، ماشي، باين لكم كده يا جماعه، ماشي، بتحطها كبس كده اهي زي ما دخلت كده. تمام، وتتعلق في الهدوم. تمام، ومكان الحجاره اللي كنت بقول لكم عليها يا جماعه، لما نفتح كده المايك من هنا
تمام. لما نلف كده المايك هنلاقي هنا اهو في مكان ليه حجاره، تمام. المكان اللي هنا ده طبعا دي بنحط زي ما قلت لكم لو انا هوصل بدي جي والجو ده يعني، انما غير كده لا هيشتغل معاك عادي جدا بدون اي مشاكل، تمام. طبعا بقى مايك بوي يا جماعه اللي بيميزه طبعا السلك بتاعه الطويل وكل حاجه، تمام. طب ده كده كان انبوكسنج سريعا على قد ما اقدر على مكونات او محتويات العلبه، ماشي. هنعمل بقى دلوقتي تجربه بصوت المايك ده وصوت المايك الهايبر اكس اللي انا شغال بيه، تمام، ونشوف الفرق في الصوت هيبقى عامل ازاي. طبعا انتوا طول الفيديو هنا كده سامعيني وانا بتكلم من المايك الهايبر اكس زي ما قلت لكم ب 2600 جنيه وقت ما جبته، دلوقتي هتلاقي سعره كام، ممكن معدي 3000 جنيه، تمام. هنقارنه بمايك سعره انا جايبه ب 141 جنيه ونشوف فرق الصوت عامل ازاي. فثواني وننقل حالا على صوت المايك البويا. طب يا جماعه كده انا نقلت على المايك البويا، تمام، اكيد هيبقى في فرق بقى في الصوت او مفيش فرق، انا لسه طبعا هعرف معاكم في المونتاج. انا حرفيا انا اول مره اجرب المايك حالا، انا كل اعرفه بس ان المايك ده صوته كويس جدا، بس هل فعلا في فرق بينه وبين مايك زي هايبر اكس زي ما قلت سعره دلوقتي ممكن معدي 3000 جنيه او يوصل 3000 جنيه وده مايك ب 140 جنيه، فهل فرق الصوت واضح قوي ولا مين احلى ولا مين افضل ولا ايه؟ زي ما قلتلكوا هعرف معاكم في المونتاج، بس انا حبيت اسمعكم صوت المايك، تمام. المايك ده احنا واخدين بالنا هو هنا اهو مكانه يعني تقريبا قدام بقي او تحت يعني تحت بقي على طول اهو، انتوا بقى احكموا فرق الصوت هيبقى عامل ازاي. فدي كده يعني تجربه مجنونه جت في دماغي كده، حبيت اقارن بين مايك بسعر زي ده يعني بالميات ومايك تاني بالالافات، تمام، واشوف فرق الصوت هيبقى عامل ازاي. ده برضو هيفيد اي حد حابب يبدا فيه يعني مثلا مجال اللي هو يعني صنع المحتوى والكلام ده كله، ويشوف مايك زي المايك دوت صوته هيبقى عامل ازاي وهل في فرق ما فيش فرق، تمام، هل يعتمد عليه، هل مثلا واحد زي حالتي حتى لو عنده مايك غالي وحب في يوم من الايام يعتمد على مايك زي ده هل هيسعفه ويبقى مايك يعني كويس برضو واقدر يعني اعتمد عليه، ولا لا ده مايك تعبان نص لب على قد فلوسه. فيعني ده هنشوفه كده مع بعض. وحاجه اخيره حابب اقولها لكم ان الصوت اللي انتوا سامعينه حالا بدون اي تعديل، انا مش معدل يا جماعه لا على الصوت بتاع المايك بتاع الهايبر اكس ولا على الصوت الحالا اللي انا بتكلم بيه اللي طالع حالا من مايك البويا، الصوت ده زي ما طالع كده من الريكورد بتاع البرنامج اللي بسجل بيه هو انتوا سامعينه، تمام، فانا مش معدل في الصوت ولا اي حاجه خالص. فبس يا جماعه دي كانت حلقه النهارده، حابب اقول لكم بس الاول لو انتوا حابين بقى تجيبوا المايك ده بسعر رخيص، تمام، لان زي ما قلت لكم المايك ده موجود سعره حالا زي ما احنا شايفين كده على امازون ممكن ب 400 و 450 جنيه، فلو انت حابب تجيبه زي ما انا جبته 141 جنيه فالسر يا جماعه في الموضوع في العروض. يعني ايه في العروض؟ المايك ده كان نازل عليه عرض حاجه و60%، فجبته زي ما قلت لكم كان ب 129 مع دافع عند الاستلام مع الكلام ده كله وقف عليا ب 141 جنيه. طيب هتقول لي يا عم شتم والعرض دلوقتي خلص، تمام، حاجه اقول لك ما تقلقش، امازون كل فتره كل فتره دي مش بعيده يعني كل ممكن كل اسبوع كل 10 ايام بتنزل دفعه كده من المايك ده وبيبقى البائع امازون، اتاكدوا يا جماعه ان يكون البائع امازون، المايك ده اتضرب يعني معمول منه صيني ومعمول منه نسخ كتيره جدا بالعبيط مليانه المحلات، في منها محلات بتبقى عارفه ان هو مضروب وبيبيعوا ان هو اصلي ربنا يحاسبهم، في محلات بتبقى فعلا مش عارفه، تمام، فانت عشان تتاكد هات يكون البائع امازون، حتى في اسوأ الاحتمالات لو المايك مش اصلي هتعرف ترجعه، ما تجيبش ما يكون البائع مش امازون ما تجيبوش، حاول تجيب يكون البائع امازون واستنى العروض، امازون ما بتنزلوش بسعره العادي، امازون لما بتنزلوا المايك ده يا جماعه دايما بتنزلوا بعروض، تمام، انت وحظك بقى ممكن يعني كان قبل ما اجيبه والله كان موجود ب 180 مثلا، تاخد بالك، فانت وحظك وجيت يعني جيت اما اشتريه ما لحقتش اشتريه كان العرض خلص، انما العرض الحمد لله لحقته، فانت استنى على امازون راقب امازون كلش كل كام يوم كده خش شوف هتلاقي بتنزل المايك ده وعليه عروض يعني ب 60 و70%، فهيوصل معاك ل 100 و150 بقى 160 140 حاجه في الرينج ده يعني، تمام. فبس يا جماعه دي كانت حلقه النهارده، لو انت استفدت حاجه من الحلقه ما تنخش عليها باللايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه لو انت اول ما تشوفني، وكالعاده لو انت عندك اي استفسار او عندك اي حاجه عايز يعني معلومه تسال فيها او تستفسر فيها عن المايك دوت انا تحت امرك، سيبها لي في الكومنتات وتواصل طبعا مع كل الناس. وبس كده يا شباب، يلا سلام.